يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على الحق الجديد والعالم الذي علمه لا يبيد سلام على بقيه الله إمام زماننا الحجة بن الحسن ورحمة الله وبركاته وأنتم سلام عليكم برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة حلقات عنوانها اسئله اجوبه صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي المرجعي البتري العباسي التافه الحلقه السادسه والعشرون بعد الثلاثمائه البرنامج الذهبي. إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني. الزبدة الذهبية. اعرف إمامك وعرّف بإمامك. المعرفة, المعرفة الذهبية, الذهبية إمامك دينك ودينك دينك إمامك العبادة الذهبية, الذهبية رابط, رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك, إمامك البراءة الذهبية, البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك هذا هو الجزء السادس من عنواننا الزياره الجامعه الكبيره واتون التحريف لن اعيد ما تقدم في الاجزاء الخمسه المتقدمه وانما اكمل من حيث انتهيت في الحلقه الماضيه وصلت معكم الى نتيجه واضحه وواضحه جدا من ان الزياره الجامعة الكبيرة نسجت من قبل إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه وهندست وفقا للحن القول في آية التطهير. الزيارة الجامعة الكبيرة هي بيان وجه من وجوه تلك الايه الشريفه فصلت لكم بعض الشيء في هذا المطلب ولا اريد ان اتوغل فيه كثيرا فعندي العديد من المطالب التي اريد عرضها بين ايديكم في هذه الحلقة. أعتقد أن الأسئلة التي قرأتها في بداية هذه الحلقات التي ترتبط بالزيارة الجامعة الكبيرة قد أجبت عليها فيما يرتبط بذكر الشهادتين من دون الشهاده الثالثه في مقدمه الزياره الجامعه الكبيره التي هي بين ايدينا الان وما يرتبط بعدم ذكر الزهراء صلوات الله عليها حينما جاء الكلام والى جدكم بعث الروح الامين ومن ان الزياره اذا كانت لامير المؤمنين فقل كذا وكذا. كل هذا لا علاقه له باصل الزياره انها اضافات من عند مراجع وعلماء الشيعه المحرفين والمزورين. واعتقد ان ابسط قراءه لل عبارات التي جاءت في الزيارة الشريفة تكشف عن هذه الحقيقة. لا أعيد الكلام الذي مر علينا في الحلقة الماضية، لكن بقيت نقطة مهمة فيما يرتبط بالنص المعروف والمتوفر عندنا في مفاتيح الجنان وغيره من كتب المزارات اتحدث عن نص الزياره الجامعه الكبيره ومن قصده توجه بكم وهذا هو الذي جاء في نسخه الفقيه للصدوق وفي نسخه تهذيب الاحكام للطوسي اما ما جاء في نسخه العيون للصدوق ومن قصده توجه اليكم اريد ان اقف عند هذه العباره ومن قصده توجه بكم ومن قصده توجه اليكم في بدايه الامر لابد ان ابين لكم من ان هذه العباره ومن قصده توجه بكم هذه العباره من جهه عقائديه لا اشكال عليها الاشكال يرد ان العباره الاصليه ومن قصده توجه اليكم وهناك من حرفها قلوب الشيعه ليست على نسق واحد هناك من الشيعه من يتوجه الى الله بهم وهذا الامر اجازوه لشيعتهم وهناك من الشيعه من اذا قصد الله توجه اليهم وهذا هو الذي يريدونه منا في المراتب العاليه ومن قصده توجه بكم هناك قلوب شيعيه منهج عبادتها اساس عقيدتها مبني على هذا البرنامج ولا ضير في ذلك لو علم ابو ذر ما في قلب سلمان لقتله. لكفره. لترحم على قاتله هكذا ورد في الأحاديث. فإذا كان حال أبي ذر هذا الذي كان في الدرجة التاسعة وحال سلمان كان في الدرجه العاشره فمن كان في الدرجه التاسعه وفي بعض الروايات في الدرجه الثامنه لكن ابا ذر بلغ العاشره بعد ذلك حينما كان في الدرجه الثامنه وكان في الدرجه التاسعه فهذه الاحاديث تصدق عليه لو علم ابو ذر ما في قلب سلمان لقتله هناك من قال لقتله علم سلمان لكن الروايه لا تقصد هذا هذا تخريج لو علم ابو ذر ما في قلب سلمان لقتله هذا حينما كان ابو ذر في الدرجه الثامنه لما كان في الدرجه التاسعه لترحم على قاتله لو علم ابو ذر ما في قلب سلمان لترحم على قاتله هذه المضامين وردت في الروايات قلوب الشيعه على مراتب فهناك من الشيعه من عبادته مبنيه على هذا الاساس ومن قصد الله توجه بهم الى الله هذا البرنامج صحيح وسليم ومجاز من قبلهم صلوات الله عليهم الاشكال الذي اشكله على تحريف الزيارة فإن الزيارة لم ترد بهذا التعبير ومن قصده توجه بكم ومن قصده توجه إليكم هذا هو النص الأصل ما جاء في الفقيه فإنه جاء محرفا وما جاء في التهذيب في تهذيب الطوسي فإنه جاء محرفا وما جاء في مفاتيح الجنان في النسخ المنتشره الان فانه جاء محرفا لان عباس القمي وضع النسختين ولانه لا يفقه حقائق الزيارات وضع النسختين والا فاننا حينما نقول من ان النخعي سال الامام الهادي ان يعلمه قولا بليغا كاملا القول البليغ الكامل ان يعلمه ومن قصده توجه اليكم لان من قصده توجه بكم ما هو بالقول البليغ الكامل هو قول مقبول لكنه ليس بليغا وليس كاملا عباس القمي لا يفقه هذه الحقائق مراجع الشيعه لا يفقهون هذه الحقائق الشيخ الاحسائي شرح الزياره في شرحه المعروف ومن قصده توجه بكم ربما الشيخ الاحسائي حينما شرح هذه العباره اراد ان يشرح العباره التي هي في كتاب الفقيه وكذلك هي هي في كتاب التهذيب في برنامجي لشرح الزياره الجامعه الكبيره انا ايضا شرحتها ومن قصده توجه بكم وهذا هو السبب الذي يجعلنا لا نبث البرنامج على قناه القمر لانني اردت ان اقدم برنامجا اخر تحت عنوان لباب الزياره الجامعه الكبيره وحينئذ نجعل هذا البرنامج بجانب ذلك البرنامج كي تتضح الحقائق على أي حال اضطررت للحديث عن هذا الموضوع لكثرة الأسئلة التي وردتني بهذا الخصوص إذا ما ذهبنا إلى زيارة آل ياسين أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. زيارة آل ياسين وردتنا من إمام زماننا من دون طلب. الإمام هو الذي كتب إلينا. ماذا جاء في مقدمتها؟ في مقدمة زيارة آل ياسين. عودوا اليها فانني اقرا الان عليكم من مفاتيح الجنان الامام هكذا قال في المقدمه اذا اردتم التوجه بنا الى الله تعالى لاحظوا دقه كلام امام زماننا اذا اردتم التوجه بنا الى الله تعالى والينا هناك مساران ان نتوجه بهم الى الله او ان نتوجه اليهم هناك مساران والمساران صحيحان لكن المسار الابلغ والمسار الاكمل ان نتوجه اليهم ومن هنا فان الزياره الجامعه الكبيره اذا قلنا من انها وردت بهذه الصيغه ومن قصده توجه بكم هذا يعني ان الامام الهادي لم يعلم النخعي القول البليغ الكامل لو ان النخعي قال للامام علمني القول البليغ فقط ولم يقل الكامل فربما يصدق هذا الكلام ومن قصده توجه بكم ربما يصدق هذا الكلام من دون عيب بنحو المسامحه والا فالقول البليغ لا بد ان يكون بالغا الى اعلى الرتب ولكن حين وضع قيدا اخر قولا بليغا كاملا يستحيل ان يصدر عن الامام الهادي هذا القول ومن قصده توجه بكم فهذا القول ما هو بقول بليغ كامل القول البليغ الكامل ومن قصده توجه اليكم اما لو سالنا هل ان هذا المضمون مضمون صحيح ومن قصده توجه بكم نعم هذا المضمون مضمون صحيح لكنه ليس موجودا في الزياره الجامعه الكبيره قبل التحريف بعد التحريف بعد ان حرف مراجع الطائفه الكرام الزياره الجامعه الكبيره صار هذا التحريف موجودا بفضل مراجع الطائفه العظام الذين يحرفون الزيارات والادعيه والروايات من طيح الله حظ أعود إلى زيارة آلياسي في مقدمة الزيارة هكذا يقول إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه إذا أردتم التوجه بنا إلى الله تعالى وإلينا فقولوا الى اخر الزياره الشريفه الشيعي اذا كان قلبه منسجما مع هذا المبدا ان يتوجه الى الله بهم فهذا المنهج منهج مجاز من قبل امام زماننا إذا أردتم التوجه بنا إلى الله تعالى فقولوا بالضبط ما يقرأه الشيعة في دعاء التوسل المعروف أقرأ عليكم أيضا من مفاتيح الجنان اللهم إني أسألك واتوجه اليك بنبيك نبي الرحمه محمد صلى الله عليه واله يا ابا القاسم يا رسول الله يا امام الرحمه يا سيدنا ومولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله هذا المضمون في دعاء التوسل والذي يتكرر مع كل الائمه المعصومين من رسول الله الى امير المؤمنين إلى الصديقة الكبرى فاطمة، إلى سائر الأئمة من أبنائها من المجتبى إلى القائم. ولاحظوا في آخر الدعاء: يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي. فاطمة داخلة في هذا التعبير أو لا؟ ما أنتم توسلتم بها. بعد ان توسلتم برسول الله وبامير المؤمنين يا فاطمه الزهراء يا بنت محمد يا قره عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند الله، التعابير هي هي تكررت مع رسول الله مع امير المؤمنين مع الصديقه الكبرى مع ابنائها من المجتبى الى القائم وفي اخر الدعاء هكذا تقولون يا سادتي وموالي اني توجهت بكم ائمتي وعدتي فالصديقه الكبرى امام من الائمه ام انكم تخرجونها يا ثولان يا اغبياء اخاطب شيعه المراجع تخرجون الصديقه الكبرى حينما تقرؤون هذا الدعاء امير المؤمنين يقول الا لا خير في قراءه ليس فيها تدبر كيف تقرؤون الادعيه؟ باي معنى حينما تكون القراءه لا خير فيها القارئ لا خير فيه حينما تكون القراءه غبيه حمقاء فالقارئ غبي احماق لماذا اصبح القارئ غبيا احمق لانه يقلد مرجعا غبيا احماق هو الذي علمه هذه القراءة وعلمه هذا المنهج الغبي الاحمق حينما يقلد مرجعا حمارا فانه سيتحول الى شيعي حمار يقرا قراءة الحمير الا له خير في قراءة ليس فيها تدبر انها قراءة الحمير قراءة حمير المراجع وقراءة حمير أتباعهم فهذا الدعاء دعاء التوسل هو مصداق من مصادق التوجه إلى الله بمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين هذا المضمون لن يكون موافقا لما جاء في سؤال السائل وفي جواب امامنا الهادي لان السائل اراد قولا بليغا كاملا اراد قولا يكون وفقا للمنهج البليغ الكامل المنهج البليغ الكامل ومن قصده توجه اليكم وهذا هو منطق القران ومنطق العتره الطاهره نذهب الى فاصل عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: ان لصاحب هذا الامر غيبه لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل، فقلت له: ولم جعلت فداك؟ قال لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره. إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما يا ابن الفضل إن هذا الأمر أمر من أمر الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة وإن كان وجهها غير منكشف لنا مساران مسار مثلما يقول دعاء التوسل يا سادتي وموالي اني توجهت بكم ائمتي وعدتي ليوم فخري وحاجتي الى الله وتوسلت بكم الى الله واستشفعت بكم الى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فانكم وسيلتي الى الله وبحبكم وبقربكم ارجو نجاه من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا اولياء الله هذا المضمون يتكرر في ادعيه التوسل ويتكرر في ادعيه قضاء الحاجات ويتكرر في ادعيه الزيارات حينما تزورون الائمه فتقرؤون في ادعيه الزيارات هذه المضامين هذا المضمون مضمون صحيح اجازه الائمه لنا ان نتوجه الى الله تعالى بهم ولكن المضمون الاكمل هو ان نتوجه اليهم على سبيل المثال هذه زياره من زيارات الحسين انها الزياره الثالثه زياره النصف من شعبان اقرا عليكم من مفاتيح الجنان الزياره مرويه عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هكذا نخاطب الحسين فيها اودعك شهاده مني لك تقربني اليك في يوم شفاعتك الخطاب مباشر للحسين نحن قصدنا الله فتوجهنا اليه فتوجهنا الى الحسين اودعك شهاده مني لك يا حسين ماذا يترتب عليها تقربني اليك أنا أريد أن أتقرب إليك تقربني إليك في يوم شفاعتك تذكروا ما جاء في مقدمة زيارة آل ياسين إذا أردتم التوجه بنا إلى الله تعالى وإلينا فقولوا إلى آخر الزيارة الشريفة لكننا إذا ما تدبرنا في الزيارة الشريفة فإن الإمام يوجهنا أن نتوجه إليهم في نفس زيارة آل ياسي حينما تقول الزيارة هكذا مخاطبة الحجة ابن الحسن واشهد انك حجة الله ثم ماذا تقول الزيارة الشريفة انتم الاول والاخر هذه العبارة تشير الى ان التوجه الاكمل هو هذا صحيح ان التوجه الاول ان نتوجه الى الله بهم اجازه الامام لنا العقول مراتب القلوب مراتب المعرفه مراتب هذا امر واضح في ثقافه الكتاب والعتره لكن الامام باسلوب معاريض القول ولحن القول وجه انظارنا الى ان المرتبه الاكمل ان نتوجه اليهم واشهد انك حجه الله الخطاب مع امام زماننا انتم الاول والاخر انتم الاول والاخر يعني ان العقول باتجاهكم اولا واخرا ان القلوب باتجاهكم اولا واخرا ان الارواح باتجاهكم اولا واخرا وان الاجساد كذلك باتجاهكم اولا واخرا وان كل شيء باتجاهكم اولا واخرا انتم الاول والاخر العباره واضحه وواضحه جدا ولكن هناك مساران هناك من الشيعه من يتوجه الى الله تعالى بهم وهذا التوجه توجه صحيح اذن به الامام وهناك التوجه اليهم فحينما اشكل على الزياره الجامعه الكبيره انا لا اشكل على مضموني ومن قصده توجه بكم هذا المضمون صحيح انما اشكل على ان الزياره هي القول البليغ الكامل لا يمكن ان تكون العباره هذه قد وردت فيها لا بد ان يكون المضمون مضمونا بليغا كاملا وهو هذا الذي اشير اليه والذي قد ورد في نسخه الزياره الجامعه الكبيره في كتاب العيون في عيون اخبار الرضا ومن قصده توجه اليكم ومن قصده توجه بكم المضمون صحيح لكن الذين اقحموه في الزياره اقحموه تحريفا تلاحظون ان منهج لحن القول لا يستقيم مع التحريف هذا هو المنهج الصحيح في التعامل مع النصوص الطريقه التي عليها الاصوليون ان يستعملوا الاسانيد طريقه شيطانيه الطريقه التي عليها المحدثون ان ينقلوا اي شيء ما دام نقله المحدثون فهذه طريقه غبيه لحن القول هو المنهج الذي يميز الحقائق واقول للذين تابعوا برامجي عبر السنين اعتقد انهم قد تلمسوا هذه الحقيقه تلمسوها على طول الخط نحن نقرا في دعائي الندبه الشريف نقرا صيغه وعباره واضحه اين وجه الله الذي اليه يتوجه الاولياء العباره واضحه وصريحه اين وجه الله الذي اليه يتوجه الاولياء لا اعتقد انني بحاجه الى شرحها فهي تاتي منسجمه ومنسجمه جدا مع قولي وهو قول الزياره كما في نسخة عيون اخبار الرضا صلوات الله عليه ومن قصده توجه اليكم في سوره البقره في الايه الخامسه بعد العاشره بعد المئه ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني اننا نتجه الى وجهه. فأينما تولوا فثم وجه الله، ليس هناك من نقطة لا نتوجه فيها الى وجهه، الآية واضحة. اجمعوا بين ما جاء في دعاء الندبة الشريف اين وجه الله الذي اليه يتوجه الاولياء الدعاء يتحدث عن ان الاولياء في حاله دائمه في كل احوالهم يتوجهون الى امام زمانهم اين وجه الله الذي اليه يتوجه الاولياء في كل احوالهم في ليلهم ونهارهم في ظاهرهم وباطنهم في عقائدهم وعباداتهم في كل شيء اصلا لا ينطبق عليهم عنوان الاولياء الا بالتوجه الى امامهم لان الدعاء ميز بين مجموعتين الدعاء نفسه ماذا قال؟ قال: أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ هناك مجموعتان مجموعة الأعداء ومجموعة الأولياء أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ بعد ذلك بين لنا من هم الأولياء ومن هم الأعداء فشرح لنا تعريف الأولياء أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ إذن الأولياء هم الذين يتوجهون إلى إمام زمانهم وهذا التوجه ليس مقيداً هذا التوجه مفتوح في السر والعلن في الظاهر والباطن في العقائد والعبادات في الليل وفي النهار. في الدنيا وفي الاخره في كل شان من شؤونهم الاعداء من هم؟ اننا نعرفهم حينئذ بعمليه المضاد تعرف الاشياء من اضدادها فالاولياء هم المتوجهون الى وجه الله الاعداء هم الذين لا يتوجهون الى وجه الله وبقدر ما يتوجه الاولياء بقدر ما يصدق عليهم هذا العنوان من انهم اولياء ويكونون في حاله بعد عن الاعداء وبقدر ما يضعف توجههم يكونون ابعد عن الاولياء واقرب الى الاعداء ما هذه المعاني هي المعاني الواضحه في التدبر في عبائر دعاء الندبه الشريف اين معز الاولياء ومذل الاعداء من هم الاولياء الدعاء عرف لنا الاولياء اين وجه الله الذي اليه يتوجه الاولياء؟ بقدر ما يتوجهون بقدر ما يصدق عليهم هذا العنوان من انهم اولياء بقدر ما يضعف هذا التوجه بقدر ما يكونون ابعد عن هذا العنوان واقرب الى عنوان الاعداء. خذوا هذا المعنى وضعوه بجنب الايه الخامسه بعد العاشره بعد المئه من سوره البقره فاينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علي فاينما تولوا فثم وجه الله ماذا يقول امير المؤمنين الذي بايعناه في الغدير على ان ناخذ التفسير منه صلوات الله عليه هكذا قال لنا رسول الله فوالله رسول الله هو الذي قال لنا في بيعه الغدير قال لنا هكذا فوالله لا يوضح تفسيره الا الذي انا اخذ بيده ورافعها بيدي ورفع امير المؤمنين. فوالله لا يوضح تفسيره الا الذي انا اخذ بيده ورافعها بيدي ورفع الامير. لا يوضح تفسيره الا هذا وعلى هذا بايعنا الا لعنه على حوزه الطوسي التي نقضت بيعه الغدير وفسرت القرآن وفقا للمنهج العمري ألا لعنة على حوزة الطوسي ألا لعنة على تفاسير مراجع حوزة النجف وكربلاء ألا لعنة على فضائياتهم التي تنقض القرآن وتنقض بيعة الغدير وتنقض دين محمد وال محمد ببرامجها القذره النجسه الا لعنه على فضائياتهم الا لعنه على حوزاتهم الا لعنه على مدارسهم الا لعنه على تفاسيرهم الا لعنه على منهج حوزه النجف من اوله الى اخره ماذا يقول امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه اقرا عليكم من كتاب الاحتجاج للطبرسي طبعة مؤسسة الاعلم بيروت لبنان طبعة المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين صفحة 252 أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بصدد الايه انا اقرا من حديث طويل اذهب الى موطن الحاجه امير المؤمنين هكذا يقول يتحدث عن محمد وال محمد وهم وجه الله الذي قال فاينما تولوا فثم وجه الله كلامه واضح انها الايه التي قراتها عليكم قبل قليل من سوره البقره وهم الحديث عن محمد وال محمد وهم وجه الله الذي قال فاينما تولوا فثم وجه الله الامير مستمر في كلامه هم بقيه الله يعني المهدي ياتي عند انقضاء هذه النظره النظره الغيبه فتره الانتظار فيملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا هذا التفسير هو الذي بايعنا عليه نحن بايعنا على ان عليا يفسر القرآن لنا فقط مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله في عقد بيعة الغدير فوالله لا يوضح تفسيره تفسير القرآن إلا الذي أنا آخذ بيده ورافعها بيدي ورفع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الامير هو الذي يحدثنا عن محمد وال محمد صلوات الله عليهم وهم وجه الله يعني اذا قصدنا الله الى اين نتوجه نتوجه الى وجهه ومن قصده من قصد الله توجه اليكم لانكم وجه الله القران هكذا يقول فأينما تولوا في جميع الاتجاهات الماديه والمعنويه السريه والعلنيه الظاهريه والباطنيه فأينما تولوا فأينما تولوا فثم وجه الله علي ماذا يقول صلوات الله عليه وهم وجه الله محمد وال محمد وهم وجه الله الذي قال فأينما تولوا فثم وجه الله هم بقية الله يعني المهدية يأتي عند انقضاء هذه النظرة عند انقضاء الغيبة فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا اجمعوا بين هذا القرآن ما جاء في سورة البقرة فأينما تولوا فثم وجه الله وما جاء في تفسيرها الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير وما جاء في دعاء الندبة الشريف أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء وما جاء في زيارة آل ياسين اذا اردتم التوجه بنا الى الله تعالى والينا واشار الى المضمون الثاني انتم الاول والاخر في جوف الزياره الشريفه اشار امام زماننا صلوات الله وسلامه عليه واذا ما ذهبنا الى سوره القصص وإلى الآية الثامنة والثمانين بعد البسملة وهي آخر آية فيها ولا تدع مع الله إلها آخر ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو انه اله واحد كل شيء هالك الا وجهه هم يقولون في تاويلهم لقرانهم نحن وجه الله زياره الحسين التي قرات عليكم ما قرات منها قبل قليل وهي الزياره الثالثه من الزيارات المخصوصه بحسب ترتيب مفاتيح الجنان ماذا نخاطبه واشهد انك نور الله الذي لم يطفا ولا يطفا ابدا وانك وجه الله الذي لم يهلك ولا يهلك ابدا وأنك وجه الله الذي لم يهلك ولا يهلك أبدا الزيارة التي قرأت منها أودعك شهادة مني لك يا حسين تقربني إليك في يوم شفاعتك الخطاب موجه إليه بنحو مباشر ولذا فإن الزيارة تتحدث بهذا اللسان وانك وجه الله الذي لم يهلك ولا يهلك ابدا الا لعنه على علم الرجال تلاحظون منهجيه لحن القول انها منهجيه محمد وال محمد كيف تنسجم النصوص كيف تتعانق الآيات مع الروايات، مع الأدعية، مع الزيارات، مع منطق العقل السليم، مع الذوق الأدبي الرفيع، تلاحظون المعاني تأتي منسابة انسيابًا ألا لعنة على منهج مراجع حوزة النجف. إنه المنهج الذي دمر عقائدنا، ودمر أحاديث أهل البيت، ودمر العقل الشيعي. حول الشيعه الى حمير يركبون على ظهورها هؤلاء الثولان الذين يقولون انهم نواب لصاحب الزمان هؤلاء الاغبياء وكان صاحب الزمان لم يجد غير هؤلاء الاغبياء وغير هؤلاء الحمير كي ينصبهم نوابا عن كذابون دجالون حقراء سفله منهجهم دمر ديننا ودمر عقائدنا ولا زالوا يصرون عليه هؤلاء السفلة أعود إلى سورة القصص وإلى الآية الأخيرة منها وهي الثامنة والثمانون بعد البسملة ولا تدعوا مع الله إلها آخر انه اله واحد لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه وحينئذ لا بد ان نتوجه اليه ماذا تقول الايه في اخرها له الحكم واليه ترجعون نحن لا بد ان نتوجه اليه الى اي جهه نتوجه الى وجهه الى وجهه, إلى وجهه اين وجه الله الذي اليه يتوجه الاولياء كل شيء هالك الا وجهه المضمون هو هو في سوره الرحمن في الايه السادسه والعشرين والتي بعدها بعد البسمله كل من عليها فان كل من على صفحة الوجود كل من عليها فان ويبقى 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 وجه ربك ذو الجلال والإكرام ذو الجلال وصف للوجه لأن كلمة ربك جاءت مجرورة ويبقى وجه وجه فاعل مرفوع وهو مضاف وربك مضاف اليه جر بالاضافه ذو من الاسماء الخمسه او السته على اختلاف الاراء ترفع بالواو فهي صفه لوجه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام فسبحانه وتعالى ما وصف نفسه بذي الجلال والاكرام وصف وجهه قران بين ايديكم واضح صريح كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ما قال ذي الجلال والاكرام قال ذو الجلال والاكرام صفه للوجه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام انهم هم هم اين وجه الله الذي اليه اليه يتوجه الاولياء ومن قصده توجه اليكم وليس بكم هذا هو القول البليغ الكامل نذهب الى فاصل. عن ابي خالد الكابولي قال سالت ابا جعفر باقر العلوم صلوات, صلوات الله, الله عليه, عليه عن قول الله عز وجل, عز وجل فامنوا بالله ورسوله, ورسوله والنور الذي أنزلنا, انزلنا فقال يا ابا خالد, خالد النور والله, والله الائمه والله من اهل محمد صلوات, صلوات الله, الله عليه, عليه, عليه الى يوم القيامه وهم والله نور الله الذي انزل وهم والله نور الله في السماوات وفي الارض والله يا ابا خالد لنور الامام في قلوب المؤمنين انور من الشمس المضيئه بالنهار وهم والله ينورون قلوب المؤمنين ويحجب, ويحجب الله, الله عز, عز وجل نورهم عما يشاء, يشاء فتظلم قلوبهم قلوبه والله, والله يا أبا خالد, خالد لا يحبنا عبد, عبد ويتولانا, ويتولانا حتى يطهر, يطهر الله, الله قلبه ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا فاذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب وامنه من فزع يوم القيامه الاكبر في الآية الثمانين بعد المئة من سورة الأعراف بعد البسملة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الذين لا يعرفون اسماء الله بحسب ثقافه محمد وال محمد وذروا الذين يلحدون يميلون بها عن حقائقها حينما يجعلون اسماء الله في الفاظ وليست في حقائق محمد وال محمد لا اريد ان اتناول الآية الكريمة وإنما بشكل إجمالي أمر عليها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ماذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أقرأ عليكم من الكاف الشريف من الجزء الأول ومن كتاب التوحيد طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة 164 الحديث الرابع بسنده بسند الكليني عن معاوية بن عمار عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه في قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ماذا قال إمامنا الصادق قال نحن والله نحن والله الاسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا الا بمعرفتنا هذه الاسماء الحسنى التي نتوجه اليها ونتوجه بها ونرتبط بها ونعود اليها اولنا معها واخرنا معها نحن والله الاسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا الا بمعرفتنا هذا اختصاص الشيخ المفيد والطبعه طبعه مؤسسه النشر الاسلامي قم المقدسه صفحه 223 من حديث طويل رواه محمد بن مسلم عن امامنا الباقر صلوات الله عليه اقرا منه موطن الحاجه فقلت من الذي يقول جابر الانصاري يقول لرسول الله صلى الله عليه واله فقلت يا رسول الله فما تقول في علي بن ابي طالب فقال ذاك نفسي قلت فما تقول في الحسن والحسين قال هما روحي وفاطمة أمهم وابنتي يسوءني ما ساءها ويسرني ما سرها أشهد الله أني حرب لمن حاربهم سلم لمن سالمهم يا جابر رسول الله يقول لجابر الأنصاري يا جابر يا جابر إذا أردت أن تدعو الله فيستجيب لك فادعه، ادعو الله ليس توسلا. أسماءهم أسماء الله، يعني أن التوجه إليهم فادعه بأسمائهم فإنها أحب الأسماء إلى الله عز وجل. أسماءهم أحب الأسماء. الرواية دقيقة دقيقة يعني أن التوجه إليهم يا جابر يا جابر إذا أردت أن تدعو الله فيستجيب لك سيقولون لكم النبي يقصد التوسل بهم، التوسل بهم صحيح لكن الرواية لا تقصد هذا هناك روايات اخرى تتحدث عن التوسل بهم الى الله سبحانه وتعالى قلت لكم قبل قليل مساران ان يتوجه الشيعي الى الله بهم هذا مسار صحيح لكننا هنا بصدد الزياره الجامعه الكبيره التي هي القول البليغ الكامل القول البليغ الكامل ان نتوجه اليهم ومن هنا فإن قراءة الزيارة ومن قصده توجه بكم هذا تحريف لمضمونها وتحريف لكلام إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه يا جابر يا جابر إذا أردت أن تدعو الله فيستجيب لك فادعه بأسمائهم فإنها أحب الأسماء إلى الله عز وجل أعتقد أن المضامين واضحة والآية واضحة أيضا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين انهم مراجع حوزه الطوسي مراجع حوزه النجف وكربلاء وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون بابي انتم وامي ونفسي واهلي ومالي من اراد الله بدا بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه اليكم مع انهم حرفوا وحرفوا لكن ائمتنا وضعوا لنا منهجا انه منهج لحن القول وضعوا لنا منهجا انه منهج المعاريض اذا ما تمسكنا به فاننا سنكتشف الحقيقه سنصل الى الحقيقه انه منهج بيعه الغدير الذي بايعنا عليه اذا ما كنا اوفياء لبيعة الغدير فإننا لن نخاف على ديننا ما إن تمسكتم بهما بالكتاب وبالعترة ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا لماذا ضل مراجع حوزة النجف وكربلاء ولماذا ضللوا الشيعة معهم لأنهم لم يكونوا أوفياء لبيعة الغدير لم يتمسكوا بالكتاب والعترة معا هذا هو واقع الشيعة وهذا هو واقع المرجعية الشيعية وهذا هو واقع حوزة الطوسي ألا لعنة على حوزة الطوسي ألا لعنة على حوزة النجا من اراد الله بدا بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه اليكم حتى اذا اردت ان اغض الطرف عن نسخه الزياره الجامعه الكبيره في كتاب عيون اخبار الرضا ومن قصده توجه اليكم اذا اردت ان اغض الطرف عن هذا النص لا شان لي به واذا اردت ان اغض الطرف عن ان الزياره يفترض فيها ان تكون قولا بليغا كاملا فلا بد ان يكون منهج الارتباط بهم منهجا بليغا كاملا ومن قصده توجه اليكم حتى اذا اردت ان اغض الطرف عن هذا الامر ايضا واذا اردت ان اغض الطرف عما جاء في زياره ال ياسين وما جاء في دعاء الندبه وما جاء في ايات القران الكريم في الايات التي تلوتها عليكم في الايه الخامسه بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة أو في الآية الثامنة والثمانين بعد البسملة من سورة القصاص أو في الآية السادسة والعشرين والسابعة والعشرين كذلك بعد البسملة من سورة الرحمن أو في الآية الثمانين بعد المئة بعد البسملة من سوره الاعراف وما قرات من الروايات والاحاديث والزيارات اذا اردت ان اغض الطرف عن كل ذلك فان العباره لوحدها لن تكون مستقيمه مع هذا التحريف من اراد الله بدأ بكم من اراد الله كيف نريد الله نريد الله حبا واعتقادا وولايه نواليه من اراد الله كيف نريد الله اننا نحبه نواليه نعتقد به هذه ارادتنا لله سبحانه وتعالى من اراد الله بدا بكم البدايه منهم يعني اذا تحدثنا عن حب الله فان البدايه منهم اذا تحدثنا عن الاعتقاد بالله فان البدايه منهم اذا تحدثنا عن ولاية الله فإن البداية منهم من والاكم فقد والى الله ويعاكسه ومن عاداكم فقد عاد الله من أحبكم فقد أحب الله ويعاكسه ومن أبغضكم فقد أبغض الله من أطاعكم فقد أطاع الله ويعاكسه ومن عصاكم فقد عصى الله من اعتصم بكم فقد اعتصم بالله يعاكسه ايضا من لم يعتصم بكم فانه لم يعتصم بالله من توجه اليكم فقد توجه الى الله اين وجه الله الذي اليه يتوجه الاولياء يعاكسه ايضا ومن لم يتوجه اليكم فإنه لم يتوجه إلى الله من عرفكم فقد عرف الله ومن جهلكم فقد جهل الله هذه المضامين بديهية 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 في ثقافة العترة الطاهرة في زياراتهم في مناجياتهم في أدعيتهم في صلواتهم في كل رواياتهم وأحاديثهم وكلماتهم هذه بديهيات هذا هو الذي تعني هذه الكلمة من أراد الله بدأ بكم نريد أن نحب الله علينا أن نحبهم نريد ان نوالي الله علينا ان نواليهم وهكذا فاذا كانت الجمله هذا معناها من اراد الله بدا بكم فكل شيء يبدا منهم ماذا ياتي بعد ومن وحده قبل عنكم التوحيد هو اساس المعرفه المعرفه ناخذها منهم التوحيد سيكون فرعا وهم الاصل ولذا قال رسول الله صلى الله عليه واله لامير المؤمنين يا علي يا علي انت اصل الدين الا لعنه على عقائد الطوسي الا لعنه على عقائد مراجع حوزه النجف الا لعنه على العقائد التي تدرس في حوزه النجف الا لعنه على منظومه العقائد التي جاؤونا بها من الاشاعره والمعتزله اتحدث عن منظومه اصول الدين الخمسه انها منظومه الضلال الا لعنه على هذه العقائد عقائد محمد وال محمد هي هذه في القول البليغ الكامل ولذا لم يتحملوها حرفوها ولكن فليحرفوا ان منهج لحن القول قادر على ان يكتشف تحريفهم وضلالهم هؤلاء الأوباش. هؤلاء الأغبياء الثلان هؤلاء الحثالة منهج لحن القول المنهج الحارس لثقافه محمد وال محمد انها الحمايه الذاتيه الداخليه التي جعلها محمد وال محمد في قرانهم وحديثهم هذا هو منهج الامان والتامين من اراد الله بدا بكم ومن وحده قبل عنكم التوحيد فرع من فروعكم يا ايها الاصول انتم الاول والاخر انتم الاول والاخر اذا كان التوحيد فرعا منهم والبدايه في كل شيء بهم فكيف يصح ان نقول ومن قصده توجه بكم كيف يصح الكلام؟ اذا كانت المضامين المتقدمه بهذا البيان الذي شرحته لكم كيف يصح ان نقول ومن قصده توجه بكم فنعود الى الوراء ومن قصده توجه اليكم لان العبائر هذه تقودنا بشكل انسيابي الى هذه النتيجه القضيه واضحه هذا هو منهج لحن القول انه منهج الوضوح لانه يعتمد على ركنين اساسيين على قرانهم المفسر بتفسيرهم وعلى حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم وتلك هي بيعه الغدير التي نقضها طوسي سود الله وجهه ومن جاء من بعده من المراجع الثلان الاغبياء الى يومنا هذا. هذه هي الحقيقه من الاخر. نذهب الى فاصل. عن سعد بن عبد الله الاشعري القمي حيث سال امام زماننا الحجه بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تاويل هذه الايه فاخلع نعليك ما جاء في سوره طه فاخلع نعليك انك بالوادي المقدس طوى سؤال سعد الاشعري عن معنى اخلع نعليك قلت انه سعد الاشعري قلت فاخبرني يا مولاي عن التاويل فيهما قال ان موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك وكان شديد الحب لأهله فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك أينزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصه وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا في سورة محمد صلى الله عليه وآله في الآية التاسعة والعشرين بعد البسملة والتي بعدها أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم اريد ان انبهكم على هذا المصطلح مصطلح لحن القول هذا مصطلح قراني ومصطلح علوي صرف ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم ولتعرفنهم في لحن القول من هم الذين في قلوبهم مرض النصوص التي فيها مرض من مرض مراجع حوزه الطوسي سود الله وجوههم منهج لحن القول هو الذي يشخص امراضهم التي يفرزونها في هذه النصوص الشريفه تدبروا في الايتين ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم انا لا نعد الرجل من اصحابنا فقيها لبيبا عاقلا حتى يلحن له في القول فيعرف اللحن في القول هذا كلامهم انا لا نعد الرجل من اصحابنا فقيها لبيبا عاقلا حتى يلحن له في القول فيعرف اللحن في القول منطق القرآن ومنطق العترة ومنطق العقل السليم ومنطق الادب العربي الرفيع محمد وال محمد لا يمكن لا يمكن ان يتركوا قرانهم وان يتركوا حديثهم من دون وسيله لتامين قرانهم وتامين حديثهم منهج لحن القول منهج المعاريض الذي لا يفقهه الاخبياء الذين يسمون انفسهم بانهم فقهاء بانهم مراجع الشيعه بانهم نواب صاحب الزمان بسبب جهلهم بمعارف اهل البيت ركضوا الى العيون كدرت القذرة وغطسوا فيها وجلبوا للشيعة ما فيها من القذارات والنجاسات وأقحموها في رؤوسهم وعقولهم وقالوا لهم كونوا حميرا لنا وبعد ذلك ركبوا على ظهورهم ودلدلوا أرجلهم عليهم وقالوا لهم ديخ ديخ فنهقت الشيعه فرحه مسروره اتحفونا 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 بالوثيقه الديخيه. ما اريد اجيب الاسماء واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له اخر بابا ما توصل النوبة قال توصل اطمئن تركبهم يعني شو آه، يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عبارته واحد من الاعلام قبل خمس سنوات قال لي ليش تستعجل وش دراهم وين تركب يعني خلاقه اهميشي مثل ما تقول خلاقه اهميشي مثل ما تقول لك حركه فطوش ديخ بالعربيه فطوش والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما أريد أجيب الأسماء عرفت قال تركب مثل ما ركب فلان وقال لا مو علم اجمالي هذا هو واقع <applause> واقع الشيعه لا اقول واقع الشيعه هذا والله هذا واقع الشيعه <تصفيق> <تصفيق> يا, يا شيعه يا شيعه كافي 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 يا أهل العراق الشفرة وصلت حد عظمكم هالقيادات الدنيئة انتهكوا الحرمة بعلمكم استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم أعظم بلد بالعالم أنتوا بهالحين بشنو أعظم؟ اسمع. اسمع أعظم بلد بالعالم أنتوا بهالحين يلون خطوطه ويصنع الجبارين يظلموكم وانتم عليهم راضين يظلموكم وانتم عليهم راضين ركبوكم باسم الشرع والخود عدينيه وتعالي حصرنا يا الربع ديخية ديخية. ركبوكم باسم الشرع والخود عدينيه تعالي حصرنا يا الربع ديخية ديخية. حبن وضع واد مرضت بس احنا ناديه ناديه واحد يا حبيب الامل المنقذنا ناديه شيا شيا على الدربن فتن مهين القعد يعتب علي البعض يلومني يعذلني قولوا ما شئتم ليس مهما التعبير فيقول من انك حسيني يخاطبني فلماذا تصف خطباء المنبر الحسيني وتصف الشعراء والرواديد بانهم حمير واصر على هذا الوصف واصف الاموات منهم والاحياء الذين سمعتهم والذين اعرفهم واتحدث الان عن الذين اشاهدهم في الفضائيات الذين تنقل مجالسهم بنحو مباشر او بنحو تسجيلي الذين اشاهدهم على الفضائيات اصفهم بالحمير، انا مسؤول عن كلامي، انا سأحاسب على كلامي هذا، انا اصفهم بهذا الوصف واصر واصف الذين ماتوا منهم ممن تقدسونه اصفهم بانهم حمير، اتعلمون لماذا؟ أقول هناك قاعدة قاعدة رضوية واضحة وصريحة جدا إمامنا الرضا يقول ومن لزمنا لزمناه هذه القاعدة لا تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة وباختلاف الاشخاص ولا تتخلف. اذا كانوا يقولون لكل قاعده استثناءات هذه القاعده من القواعد التي ليس لها استثناءات. لكل قاعده استثناءات هذا الكلام ليس دقيقا بالمطلق. هناك الكثير من القواعد لها استثناءات، صحيح هذا. لكن التعبير ليس دقيقا وحتى اذا افترضت من انه لكل قاعده استثناءات هذه القاعده قطعا قطعا ليس فيها استثناءات القاعده الرضويه الواضحه والصريحه ومن لزمنا لزمناه إذا كان خطباء المنبر كما تقولون أنتم اللائمون العاذلون العاتبون إذا كانوا خداما للحسين وقد لزموا الحسين مستحيل مستحيل أن الحسين يتركهم يتخبطون في الضلال فلماذا منابرهم منابر الضلال لماذا ينقلون الضلال الذي يخالف ما يريده الحسين لماذا لم يهتدوا الى معرفه الحسين اذا كانوا حسينيين لماذا لم يهتدوا الى معرفه الحسين لماذا كل الذي يذكرونه مخالف للحسين وآل الحسين لماذا؟ إما أنهم شياطين وإما أنهم حمير أنا لا أريد أن أصفهم بأسوأ الأوصاف أصفهم بأحسن الأوصاف فوصفتهم بأنهم حمير وما قلت عنهم بأنهم شياطين مع انهم يمارسون دور الشيطان لانهم هم الذين ضللوا الشيعه ولا زالوا يضللون الشيعه بما يطرحونه على منابرهم من قذارات مراجع النجف وكربلاء. من الذي يشدد العلاقه فيما بين الشيعه واولئك المراجع الذين هم الاصل والسبب الرئيس في ضلال الشيعة وفي عقائدها الناصبية البترية انهم مراجع حوزة النجف وكربلاء كل الضلال جاء من قبل هؤلاء ونقل الى الشيعة عبر هؤلاء الحمير في الحقيقة هؤلاء مكبرات صوت للشيطان هؤلاء ينطقون عن الشيطان هؤلاء شياطين لكنني ذهبت الى الوصف الافضل من انهم حمير واصر على ان خطباء المنبر في الوسط الشيعي حمير الذين ماتوا وتقدسونهم من اصحاب العمائم البيضاء السوداء من اي لون والاحياء منهم انا اقصد الذين اشاهدهم على شاشات التلفزيون فانا لا اتابع كل المجالس وان كنت لا اعتقد ان هناك من هو على منهج العتره الطاهره واذا كان هناك من احد سيحاربونه ستحاربه المرجعيه هذا هو الذي اعرفه لكنني اتحدث عن المشهورين اتحدث عن المعروفين الذين ماتوا وانتم تقدسونهم والاحياء منهم اصفهم بصراحه وبجراه كامله من انهم حمير وهذا وصف جميل بالنسبه لهم بالقياس الى وصفهم بالشياطين النواصب اتحدث عن الخطباء من اصحاب العمائم السوداء والبيضاء واتحدث عن الشعراء والرواديد من مختلف الحجوم والقياسات. لماذا؟ اقول لو كانوا مع الحسين لسددهم الحسين الى معرفه سديده. ليش يسرجنون؟ ليش يمسلتون؟ ليش يسربتون؟ فأين تسديد الحسين لهم؟ الحسين مصباح الهدى وسفينه النجاه الذي يتمسك بمصباح الهدى لا بد ان يسدده لا بد ان تصل المعرفه الصحيحه له اما بشكل مباشر او ان يرشده ان يقيض له من يقوم بارشاده فاين ارشاد الحسين لهؤلاء بالنسبه لي لا ارى اثرا له لانني حين استمع الى احاديثهم فاحاديثهم على ضربين اما جهل مقرف مقرف الى ابعد الحدود واما هو افتراء وانحراف عن محمد وال محمد لانهم ياخذون من مراجعهم الضالين وياخذون من كتب تفسير النواصب او من كتب تفسير الضلال التي كتبها مراجع النجف وكربلاء هذا هو واقع الخطباء الذين اصفهم بالحمير اضرب لكم مثالا ونحن في سياق الحديث عن لحن القول اضرب لكم مثالا هناك مضمون يرددونه دائما من ان العباس هو كفيل زينب وانا اردده ايضا منذ صغري لانني تعلمت هذا من اسرتي من بيئتي من الخطباء الحمير الذين تعلمت منهم ما تعلمت من مجالسهم ومنابرهم سود الله وجوههم علمونا الضلال وجعلونا حميرا لا نعرف كيف نتعامل مع ائمتنا ذول المطايه احكي عن خطباء المنبر من الاموات ومن الاحياء وذول المطايه ايضا الشعراء والرواديد معهم يتحدثون عن ان العباس هو الكفيل وهو كفيل زينب في ثقافه العتره الطاهره هناك كفيل واحد وهذا الكفيل هو الحسين والعباس داخل في كفالته العباس ما هو الكفيل العباس داخل في كفاله الحسين واذا اردنا ان نتحدث عن المقامات فان العباس داخل في كفاله زينب وزينب ليست داخلة في كفالة العباس إذا كان الحديث عن قتل وقتال وعن بأس العباس وشجاعته وغيرته ووفائه فهذا بهب بإمكاننا أن نتحدث فيه إلى لا نهايات لكننا نتحدث أولا في العقيدة والمعرفة لابد أن نضع الأمور في موازينها الصحيحة. في كل المنظومة العقائدية المحمدية ليس هناك من كفيل إلا الحسين. الحسين هو الكفيل وهو الكافل. أتحدث عن الكفالة العقائدية. أنا أقول هؤلاء الخطباء وهؤلاء الشعراء وهؤلاء الرواديد لو كانوا خداما حقيقيين للحسين لهداهم الى هذا المضمون وهذا المضمون موجود في مفاتيح الجنان وموجود في الزياره المطلقه الاولى التي هي من اهم الزيارات الحسينيه لو كانوا حسينيين هؤلاء الخطباء وهؤلاء الشعراء وهؤلاء الرواديد لعرفوا الحسين من الزيارات التي وردت عن الائمه التي هي نصوص لمعرفتهم الزياره الحسينيه المطلقه الاولى بحسب تبويب مفاتيح الجنان مروية عن إمامنا الصادق وجاءت في الكاف الشريف وفي سائر كتب الحديث وفي سائر كتب المزارات انها اعظم زيارة من زيارات الحسين في اجواء الزيارات المطلقة هكذا نقرأ في زيارة الحسين هذه نخاطب سيد الشهداء فنقول في محضره الشريف الزائر يقول انا عبد الله ومولاك وفي طاعتك والوافد اليك التمس كمال المنزله عند الله وثبات القدم في الهجره اليك والسبيل الذي لا يختلج دونك من الدخول في كفالتك التي امرت بها هذه كفاله الحسين الكفيل هو الحسين وليس العباس في كل المنظومه العقائديه المحمديه هناك كفيل واحد هو الحسين فالحسين مصباح الهدى ضامن الهدايه في الدنيا وسفينه النجاه وضامن الشفاعه في الاخره هذا هو الحسين مكتوب على العرش حسين محمد يقول صلى الله عليه واله مكتوب على العرش حسين حسين مصباح هدى وسفينة نجاة. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. الحسين هو الضامن هو الكفيل، الكفالة تعني الضمانة الضمان. الحسين هو الكافل وهو الكفيل وهو الضامن وهو الضمين. هو مصباح الهدى هو كفيل الهدايه في الدنيا وهو سفينه النجاه وهو كفيل الشفاعه في الاخره وهذه الكفاله هي التي اعبر عنها دائما في احاديثي بالحاضنه الحسينيه الحاضنه الحسينيه هي هذه الكفاله الحسينيه هذه الكفانه هي التي عبرت عنها الزياره الجامعه الكبيره من اراد الله بدا بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه اليكم هذه الجمل هي تعريف وشرح لهذا المصطلح الكفالة الحسينية ودقق النظر في الزيارة نفسها أنا عبد الله ومولاك وفي طاعتك والوافد إليك ألتمس كمال المنزلة عند الله وثبات القدم في الهجرة اليك والسبيل الذي لا يختلج دونك من الدخول في كفالتك التي امرت بها من اراد الله بدأ بكم الى اخر الزيارة هذا شرح وتفسير الكفالة الكلام ينتهي هنا من الدخول في كفالتك التي امرت بها يبدا التفسير من اراد الله بدا بكم الى اخر الزياره الشريفه هذه هي الكفاله الحسينيه الكفيل هو الحسين وليس العباس العباس داخل في كفاله الحسين انتم الذين تقولون من ان العباس هو الكفيل ارشدوني الى نص من النصوص في اي نص ارشدوني في اي نص في اي زياره في اي روايه ارشدوني قولوا في النص الفلاني ولذا اقول من ان الخطباء حمير 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 لو كانوا حسينيين حقيقيين لاهتدوا الى معرفه الحسين ولعلموا من ان الذي يتقيؤون به على المنابر لا علاقه له بالحسين الكفيل هو الحسين وهذا المضمون في الزياره الجامعه الكبيره هو تعريف للكفاله الحسينيه انها الحاضنه الحسينيه هي هي التي يتخرج منها انصار الحجه بن الحسن اذا لم تخرب ولكن مراجع السوء مراجع السفاله اولئك الحثاله خربوا كل شيء دمروا كل شيء ابتداء من الطوسي وانتهاء بالسيستاني في زماننا هذا والامر مستمر بعد السيستاني هذه الزياره بحاجه الى شرح الى بيان أنا لا أجد وقتا كافيا لكنني سأوجز الكلام بقدر ما استطيع. ماذا نقرأ في الزيارة الشريفة؟ أنا عبد الله نخاطب الحسين. أنا عبد الله ومولاك وفي طاعتك والوافد إليك. ألتمس ماذا ألتمس؟ التمس أولاً، التمس كمال المنزلة عند الله أولاً، التمس كمال المنزلة عند الله أولاً، وثبات القدم في الهجرة إليك، فأنا قصد إليك، ومن قصده. توجه اليكم وثبات القدم في الهجرة اليك ثانيا والسبيل الذي لا يختلج دونك ثالثا أنا أريد هذه الأشياء حين وفدت إليك يا حسين أنا عبد الله ومولاك وفي طاعتك والوافد اليك التمس منك يا حسين التمس كمال المنزله عند الله اولا وثبات القدم في الهجره اليك ان اكون ثابتا مستقرا وثبات القدم في الهجره اليك انها هجره عقلي وقلبي اليك انها هجره العقيده والمعرفه وثبات القدم في الهجره اليك ثانيا والسبيل الذي لا يختلج دونك اريدك ان تضعني على السبيل الذي لا يختلج لا ينقطع دونك ليس هناك من يجذبني منه لا يختلج دونك لا ينقطع لا يضطرب وانما يكون مستقيما واصلا اليك اختلجه اجتذبه واختلج اضطرب والسبيل الذي لا يختلج دونك كل هذا من اين ساحصل عليه من الدخول في كفالته كل هذا ساحصل عليه من الدخول في كفالتك انني التمس كمال المنزله عند الله وثبات القدم في الهجره اليك والسبيل الذي لا يختلج دونك التمس كل ذلك من اين من الدخول في كفالتك التي امرت بها وليس امرت بها مثلما هو مكتوب في المفاتيح من الكفاله التي انت امرت بها يا حسين فحسين هو الامر الناهي بدليل ما ياتي من العبائر اراده الرب في مقادير اموره تهبط اليكم وتصدر من بيوتكم والصادر عما فصل من أحكام العباد هو الآمر الناهي ليس مأمورا من الدخول في كفالتك التي أمرت بها من أراد الله بدأ بكم بكم يبين الله الكذب وبكم يباعد الله الزمان الكذب وبكم فتح الله وبكم يختم الله وبكم يمحو ما يشاء ويثبت الى بقيه عبائر الزياره الدخول في الكفاله الحسينيه هو الذي سيقودنا الى كل هذه التفاصيل وانا هنا ازور الحسين ملتمسا كل هذه المعاني انا واثق من انكم تقرؤون الزياره ولا تفقهون شيئا من المعاني التي قلتها لستم انتم انا اتحدث عن المراجع انا واثق من هذا هم يقرؤون الزياره اذا قرؤوها لا يفقهون معانيها حتى الذين حاولوا شرحها شرحوها خطا وحتى الذين وجهت اليهم اسئله بخصوصها كتبوا اجوبه ليست صحيحه باعتبار ان مراجع النجف الغرب يرتجف من علمهم العالم في حيره من نبوغهم وذكائهم في حيرة من هؤلاء الثولان الاغبياء الذين لا يفقهون شيئا في مجال اختصاصهم ولذلك فان الغرب يرتجف من عمق علومهم ومعارفهم، هم لا يفقهون شيئا في مجال اختصاصهم. نذهب الى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه واله سيأتي زمان على امتي لا يبقى من القران الا رسمه ولا من الاسلام الا اسمه يسمون به وهم ابعد الناس منه مساجدهم عامره وهي خراب من الهدى فقهاء ذلك, ذلك الزمان شر فقهاء, فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنه, الفتنة وإليهم, تعود واليهم تعود عن ابي خديجه, خديجة قال, قال قال ابو عبد الله الصادق صلوات الله عليه لا يخرج القائم حتى يخرج اثنا عشر من بني هاشم كلهم يدعو, يدعو الى نفسه عن زراره عن امامنا الصادق صلوات الله عليه ينادي مناد باسم القائم قلت خاص او عام قال عام يسمع كل قوم بلسانه قلت فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه قال لا يدعهم ابليس حتى ينادي في اخر الليل فيشكك الناس اذن عندنا كفاله حسينيه الزائر هنا يتوجه الى الحسين طالبا منه ان يدخله في هذه الكفاله لماذا كي يحصل على اولا كي يحصل على كمال المنزلة عند الله. وثانيا كي يحصل على ثبات القدم في الهجرة الحسينية، في الهجرة إلى الحسين. وثالثا كي يكون على السبيل الذي لا يختلج دون الحسين. أنا أقول خطباء المنبر الذين اصفهم بانهم حمير لا ينطبق عليهم اي وصف من اوصاف زائر الحسين. لو كانوا حسينيين حقيقيين لما تركهم الحسين لادخلهم في كفالته وهل يعقل ان يدخلوا في كفالته وهم لا يعرفوا معنى الكفاله الحسينيه؟ هل يعقل هذا؟ كيف يكونون جزءا من الكفالة الحسينية وهم لا يعرفون ذلك؟ من هنا اقول عنهم عن الخطباء والشعراء والرواديد من انهم حمير لا يفقهون شيئا. امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال لكميل يا كميل ما من حركة الا وانت محتاج فيها الى معرفه الخدمه الحسينيه حركه او ليست بحركه هذه الحركه تحتاج الى معرفه وهذه المعرفه اين نجدها نجدها في زياراتهم هذه زياراتهم هذه زياره الحسين المطلقه الاولى وانا اقراها عليكم من مفاتيح الجنان انه الكتاب الذي يتوفر في بيوتكم وفي جيوبكم الان في اجهزه الموبايل فالزائر يلتمس كمال المنزله عند الله وثبات القدم في الهجره الى الحسين وان يكون على السبيل الذي لا يختلج دون الحسين لن يجتذبه شيء بعيدا عن الحسين ولن يضطرب في طريق وصوله الى الحسين كل ذلك سيناله الحسيني حينما يدخله الحسين في كفالته انا عبد الله ومولاك وفي طاعتك والوافد اليك انني اخاطب الحسين التمس كمال المنزله عند الله وثبات القدم في الهجره اليك يا حسين والسبيل الذي لا يختلج دونك يا حسين من اي شيء من أي مكان أريد كل هذا من الدخول في كفالتك التي أمرت بها أمرت من؟ أمرت من؟ من هو المأمور الأول في أجواء الحسين إنه قمر الهاشمي إنه باب الكفيل الكفيل هو الحسين والعباس باب الكفيل اذا اردنا ان نطلق الكفيل على العباس تجوزا بهذا المضمون فهذا اطلاق صحيح اما هذا الذي تطلقه العتبه العباسيه فهذا سوء ادب مع الحسين لانهم لا يفقهون ماذا يقولون وهذا الذي ينظمه الشعراء فهذا استحمار في شعرهم وكذا حال الخطباء المنظومه العقائديه المحمديه فيها كفيل واحد هو الحسين هو الحسين كلنا 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 الحديث المنقول عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه كلنا 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 ابواب النجاه وباب الحسين هو الاوسع وباب الحسين اوسع لماذا لانه باب الكفيل كلنا 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 سفن النجاة وسفينة الحسين أسرع، لماذا؟ لأنها سفينة الكفيل، الحسين هو الكفيل، الحسين هو الضامن، العباس مأمور مامور بتنفيذ هذه الكفاله من الدخول في كفالتك التي امرت بها وليس امرت بها غبران ثولان اما ان يحرفوا الكلام واما ان يحرفوا الحركات النعويه غبران هذا هو حال علمائنا الأعلام ومراجعنا العظام ما تدري ذولا عظام من فوق من جوا ما تدري إذا ما ذهبنا إلى زيارة العباسي صلوات الله وسلامه عليه تعالوا تعالوا وتدبروا ماذا قرأنا في زيارة الحسين قبل قليل. أنا عبد الله ومولاك وفي طاعتك والوافد إليك، أنا وافد إليك يا أبا عبد الله وأخاطب العباس هنا. جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافدا إليكم. جئتك وافدا يا قمر الهاشميين جئتك وما جئتك انت جئتك جئتك وما جئتك انت جئتك اولا لانك وجه الحسين وجئتك ثانيا لانك انت انا ما جئتك لانك انت فلا اجيئك هكذا أنت لا تقبل بذلك وصاحب الزمان لا يقبل بذلك وزيارتك لا تقبل جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافدا إليكم إليكم إلى الحسين وافدا إليكم العباس يساوي صفرا إذا أردنا أن نقايسه بالحسين حينما يقول هو يا نفس من بعد الحسين هوني هوني وبعده لا كنت أو تكوني هذا ما هو بشعر شاعر هذا منطق الحقيقة هذه شفاه العباس تفيض بلباب الحقيقه هذا ما هو بقول شاعر ولا برجز راجز ولا بنثر ناثر انها الحقيقه بتمام حقيقتها يا نفس من بعد الحسين هوني هوني واذهبي لا وجود لك وبعده لا كنت او تكوني ولذا فان وجوده بحسين فانا اقصد وجوده الذي هو بحسين وبعد ذلك اقصد وجوده الذي هو وجوده جئتك يا ابن امير المؤمنين وافدا اليكم وافدا الى الحسين واهفدا الى محمد وال محمد قمر الهاشميين وجه الحسين باب الحسين وجه محمد وال محمد فينا محمد وال محمد وجه الله فينا العباس وجههم فينا العباس باب الكفيل نطلق عليه الكفيل بهذا المعنى لا بهذه المضامين القرويه السخيفه الساذجه العباس اذا كان الحديث عن غيرته عن فروسيته فهذا باب اخر وهذا ما هو من كمالاته هذا اثر من اثاره كمالات العباس في حقيقته الحسينيه المتجليه في ذاته كمالات العباس هنا فروسيته بطولته هذه اثار تتناسب مع الزمن الذي كانت فيه عاشوراء وفي زماننا ستكون له فروسيه اخرى تتناسب مع هذا الزمان وفي زمان الرجعه كذلك هذه اثار لا قيمه لها بالنسبه للذات العباسيه الشريفه هذه اثار لا يعني اننا لا نعبا بها لكننا لا نبني العقيده على اساسها بناء العقيده يكون مستندا الى المعرفه والمعارف خزنها لنا ائمتنا في نصوص الزيارات والروايات ومن هنا اقول من ان خطباء المنبر حمير 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 ومن ان الشعراء والرواديد حمير 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 واصر على هذا الذين ماتوا والاحياء لانهم لو كانوا حسينيين حقيقيين لسددهم الحسين لاخذ بايديهم الى المعارف الحسينيه الاصيله لماذا ضاعوا في هذا الضلال وفي هذا السخف الذي هم عليه هذا هو الذي اقصده والا فاني اتبرك بتراب اقدام خدام الحسين واتشرف انني من خدمه الحسين منذ صغري والى هذه اللحظه وحتى اموت وهل تعتقدون انني فرح ان اصف خطباء المنبر الحسيني بالحمير وأن أصف الشعراء والرواديد والله إني لا أتجرع السموم وأنا أقول هذه الكلمات لكنني لابد أن أضع النقاط على الحروف هذه وظيفتي تقبلون ذلك مني لا تقبلون لا أعبأ بكم ولا بغيركم انني اؤدي وظيفتي ورسالتي جئتك يا ابن امير المؤمنين وافدا اليكم وقلبي مسلم لكم وتابع وانا لكم تابع انا لست تابعا للعباس الذي هو العباس فالعباس هو نفسه تابع لحسين انا تابع للعباس الذي هو وجه الحسين انا تابع لهذه المعرفه وهذه العقيده انا لست تابعا للعباس الذي هو العباس قطعا هذا الكلام تقريبي والا فالعباس حيثيه واحده حقيقه حسينيه واحده لكنني اريد ان اقرب لكم المعاني انا تابع للعباس الذي هو وجه الحسين الذي ازوره بهذه الزياره جئتك يا ابن امير المؤمنين ما جئتك انت جئتك انت الذي وجه الحسين جئتك يا ابن امير المؤمنين وافدا اليكم وقلبي مسلم لكم هذا الخطاب لحسين لمحمد وال محمد وقلبي مسلم لكم وانما اوجهه لوجههم للعباس صلوات الله عليه. وافدا اليكم وقلبي مسلم لكم وتابع وانا لكم تابع ونصرتي لكم معده، هذه نصره معده للحسين وليس للعباس الذي هو العباس. وانما اخاطب العباس الذي هو وجه الحسين. وَنُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةٌ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَا مَعَ عَدُوِّكُمْ إِنِّي بِكُمْ وَبِإِيَابِكُمْ أوبة العباسي هي فرع صغير من أوبة الحسين الأوبة أوبة الحسين والرجعة رجعة الحسين وأنا أخاطب العباس لأنه وجه الحسين لأنه باب الحسين الكفالة حسينية والكفيل هو الحسين والضامن هو الحسين والحسين هو الذي أمر بتنفيذ برنامج الكفالة المأمور هو العباس المأمور هو العباس أنا أتحدث عن الحاضنة الحسينية لا أتحدث عن سخافات الشعراء التي ينسجونها وعن هراء الرواديد هذا هراء لا معنى له الكفالة هي هذه بالنتيجه هذه الكفاله ما هي انها كفاله مهدويه هذه الكفاله كفاله مهدويه اسسها الحسين ويشرف عليها العباس لكن النتيجه ما هي انها كفاله مهدويه هذه الكفاله المهدويه هي التي عبر عنها امام زماننا في التوقيع الشريف في توقيع اسحاق بن يعقوب من ان وجه الانتفاع به في غيبته كالانتفاع بالشمس اذا ما غيبها السحاب فوجه الانتفاع هذا هو بالضبط مضمون الكفالة الحسينية. إنه البرنامج الذي يجري في الحاضنة الحسينية. أستعمل هذا التعبير تعبير الحاضنة الحسينية لأنه يقرب المعنى أكثر من الكفالة الحسينية. فالحاضن كافل والكافل حاضن ويقال كافل اليتامى حاضن اليتامى الحاضنه الحسينيه هي الكفاله الحسينيه اذا ما رجعتم الى برامجي تجدونني استعمل هذا العنوان كثيرا انني اقصد بالحاضنه الحسينيه الكفاله الحسينيه فالحسين هو الكفيل وهو الحاضن فاعود واقول لو كان خطباء المنبر شعراء المنبر رواديد المنبر لو كانوا حسينيين حقيقيين لهداهم الحسين الى هذه الحقائق لماذا يستعملون هذه المصطلحات وهذه العناوين في اتجاه خاطئ بعيدا عن الثقافه الحسينيه الاصيله لهذا السبب اصفهم بهذه الاوصاف واقول لو كانوا حسينيين لسددهم الحسين لو كانوا حسينيين لوفقهم الحسين نذهب الى فاصل عن ابي حمزه الثمالي قال قال لي ابو جعفر امامنا الباقر صلوات الله عليه انما يعبد الله من يعرف الله فاما من لا يعرف الله فانما يعبده هكذا ضلالا. قلت جعلت فداك فما معرفه الله؟ قال تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه واله وموالاة عليا صلوات الله عليه والاهتمام به وبائمه الهدى صلوات الله عليه والبراءه الى الله عز وجل من عدوهم هكذا يعرف الله عز وجل اعتقد انكم لاحظتم التطبيقات الواضحه والصريحه لمنهج لحن القول في تشخيص التحريف في زياره الجامعه الكبيره وفي تشخيص القراءه الصحيحه لما جاء في زياره الحسين المطلقه الاولى في مفاتيح الجنان من الدخول في كفالتك التي امرت بها وليس امرت بها ولاحظتم تشخيص المعاني وشرح المصطلحات التي وردت في زياراتهم ودقه الاصابه في تحديد المفاهيم ما بين قرانهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم ولهذا اقول لكم كل المناهج فاشله منهج الاصوليين منهج الاخباريين منهج الشيخيين منهج العرفانيين وبقيه المناهج الاخرى كل المناهج فاشله لانها لا تنتمي الى منهج محمد وال محمد الاصيل المنهج الاصيل منهج لحن القول ركناه الاساسيان قرانهم المفسر بتفسيره حديثهم المفهم بتفهيمهم الى هنا تنتهي حلقتنا في هذا اليوم نلتقي غدا في حلقه اخرى اسالكم الدعاء جميعا في امان الله